صباح الورد، صباح الورد والفل والياسمين عليكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج حوار مع يسرا. حقيقة النهاردة عايزة أتكلم في موضوع شغل ناس كتير الفترة اللي فاتت، السحر والحسد. في حالات وفاة كتير قوي الفترة اللي فاتت من الطالب الأول على الثانوية العامة ويوتيوبر مصطفى حفناوي، وكمان بنت جالها جلطة في الرئة يوتيوبر برضو، وبنت تانية كانت بتجهز لفرحها وفستان فرحها وبتصور كل حاجة ورقدت في المستشفى. ناس كتير فسروا ان ده بسبب الحسد. بالنسبة للسحر، انا لما بفتح السوشيال ميديا دايما بلاقي حاجات كده بتنزل على بيدجات او صفحات على مواقع السوشيال ميديا، زي صور لبنات وزوجين بيكون عليها طلاسم، وبيكون موجود يعني عبارات او كتابات مثلا فشل، انتحار، مرض، سرطان، عنوسه، تفريق. غير كده دايما بنشوف اعلانات مموله اكيد كلنا شفناها، زي جلب الحبيب واعمال بالمحبه والتفريق، وكمان اعمال يعني موافقه الاهل على العريس. عايزين نشوف ايه هو الموضوع ده، بس خلونا نروح للتقرير ونرجع تاني. الإيمان بالله والقضاء والقدر، وخوف البعض من الغد ومن العذر ومن المجهول يقودهم أحيانا إلى عالم غريب وواسع، وهو خليط ومزيج بين طلاسم وأحجار كريمة. البعض يحتمي من الحسد بعين زرقاء أو خرزة زرقاء أو حدوة حصان على الباب أو قلائد أو تمائم في الرقاب. فهل الحسد موجود أم ليس له وجود؟ حسد مذكور في القرآن، عشتنا كلها حسد، مليانة حسد. طبعا في حسد، الحسد مذكور في القرآن، لا ما زلنا في عشتنا. فعلا في حسد، حياتنا كلها حسد مذكور في القرآن. بعدهم عن دينهم دفعهم إلى أن يذهبوا إلى الوسطاء من المشعوذين والدجالين للحصول على بعض الطلاسم أو خروج الجن من أجسادهم. بل الأقبح من ذلك والأشد، الأعمال السفلية بغرض الحقد والكراهية. فهل السحر يضر أم لا يضر؟ وبتأثر علينا جامد، وربنا ذكرها في القرآن، يعني مش هنقدر نتفلت وقبل ساعتك. وياما أعمال السحر دي بوظت وخربت بيوت كتير، وسببت في طلاق كثير من الناس، وكثير من الأبناء سابوا أهاليهم ومشوا بسبب الأعمال الفظيعة في الناس. والله حضرتك السحر دوت في ناس كتير اتأذت بسببه، وفي ناس كتير حصل ما بينهم تفريق، في ناس كتير انتحرت، وفي ناس كتير اتخرب بيتها، وحسبي الله ونعم الوكيل. خرجوا من ديورهم إلى قبورهم لا للعظة والعبر بل للأذى والضرر. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. كان معكم صبري جودة في برنامج حوار مع يسرى. شكرا صبري جودة مراسل برنامجنا، ورجعنا لكم تاني مع الشيخ احمد الدرملي. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. الحسد مذكور في القران، ده امر مفروغ منه، بس انا عايز اعرفه، هو في حد فعلا ممكن يموت من الحسد؟ ومدى صحه الحديث اللي بيقول اللي هو حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول اكثر من نصف امتي يموتون بالحسد، هل الحديث ده صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، بالنسبة للحسد، وهذا شيء يكون عند كثير من الناس، والأسف هذا شيء في القلب،
وهو تمني زوال نعمة الغير. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ليس يعني نصف أمتي، ولكن في حديث النبي الذي ذكره الحديث الصحيح الأكثر يعني وليس النصف. أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره العين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم العين حق، والعين تدخل ابن آدم القبر وتدخل الجمل القدر. معنى أن العين تدخل ابن آدم القبر أي أن الإنسان قد يحسد فيموت، وأن الجمل هذا الذي نراه قويا وكبيرا قد يحسد فيمرض ثم يذبحوه فيذهب به إلى القدر يطيبوه أو يبيعوه إلى غير ذلك. ففعلا الحسد والعياذ بالله هذا من ضمن ما ابتلي به بعض من الناس، لا أقول كثير من الناس، لأن هذا شيء في نفس الإنسان وفي قلبه غل وحقد وحسد على الآخر، فتمنى أن يزول ما عنده من النعمة. علشان كده وما أكثر الغل والحقد اليومين دول للأسف يعني. علشان كده حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالنبي نهى عن الحسد، قال لا تحاسدوا. لماذا؟ لأن في هذا الحسد وما يلفظه الإنسان من لفظ وقول الذي يؤدي إلى موت إنسان أو إلى هلاك ماله أو إلى ضياع أولاده أو إلى خراب في الحالات الأسرية كما نرى في كثير من الأسر بسبب الحسد وبسبب العين، هذا ما دعا إليه النبي صلوات ربي وسلامه عليه ونهى عنه، فقال لا تحاسدوا. فلا يحسد أحد على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى هذا من فضله وحرم هذا، والله سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض ورفع بعضنا فوق بعض في الرزق، هذا من تفضيل رب العالمين. وهذه أرزاق الله سبحانه وتعالى لعباده يعطيها كيفما شاء لمن يشاء في أي وقت شاء. إذن فلا يعترض الإنسان على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى له بأن هذا أعطاه وهذا عنده وأنا ليس عندي. الله سبحانه وتعالى لن يخرج الإنسان من هذه الدنيا إلا بعد أن يأخذ حقه كاملا، فقد قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أي أن أي إنسان لا يموت ولا يخرج من هذه الدنيا إلا بعد أن يأخذ رزقه كاملا من طعام ومن شراب ومن عمل ومن سعادة ومن حزن، كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. بقدر. تمام. هل الصور اللي بتتحط على السوشيال ميديا من المشاهير أو حتى الكابل المتجوزين أو المخطوبين ممكن إن هي يعني تخرب علاقتهم أو تنهيها، بالرغم إن ممكن ما يكونش فيما بينهم مشاكل حقيقية، ممكن تكون المشاكل دي تفهم، مع العلم إن في ناس أكل عيشها أصلاً وشغلها كمشاهير بيعتمد إن هم ينزلوا دايماً صور على السوشيال ميديا. حبيبنا يقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. في حوائج الإنسان يستعين بها بالكتمان، وفي أمور زي حضرتك ما ذكرتي لازم السوشيال ميديا وأنه يعلن عنها ويظهرها للناس، هذه أمور أخرى يعني. لكن دائما الإنسان حينما يكون عنده نعمة لا مانع أنه يخبيها على الناس حتى يتمها الله سبحانه وتعالى عليه. استعينوا على قضاء، وفي رواية استعينوا على إتمام نعمكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة مغبون. أي حد ربنا كرمه بحاجة كده بنعمة وسع عليه فتلاقيه مغبون يعني محسود. علشان كده فبنرى حتى لما بنشوف على السوشيال ميديا لما مخطوبين يتخطبوا أو نلاقي في فرح حلو، في بعد شوية نلاقي في الكارثة تاني، إن لا قدر الله ماتوا، عملوا حادثة، اتحرقوا إلى غير ذلك ممن يعني العين بتاعته وصلت إليهم، فوالعياذ بالله أصابهم ما أصابهم. علشان كده بالنسبة للحسد كان في العصر القديم وفي قبل الإسلام يعني كان في بعض العرب بيجيب واحد يسمى عائن. إيه عائن ده؟ يعني هو شغلانته الحسد، الوظيفة بتاعته إن هو بيحسد الناس، فيقعدوه في خيمة وعارفين إن القافلة بتاع فلان من بني فلان هتمر عليه من هذا المكان، فيقعد في الخيمة دي لمدة شهر، يدخلوا الطعام والشراب من تحت الخيمة ومحدش يدخل عليه. بعد مرور شهر والقافلة تعدي يرفعوا له الستار فيشوف القافلة ينظر إليها، فكل اللي في القافلة يتدمر كأنه يعني شغال بالليزر. طب هو لو حد مشهور هو مضطر إن هو يحط صوره هيعمل ايه عشان يتقل الحسد يعني ايه ويحمي نفسه منه؟ هو دائما علمنا حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه بالتحصينات، احنا الانسان منا يحصن نفسه، ودائما افضل حصن للانسان الوضوء، ان هو دائما يكون على وضوء ودائما كده يستودع اي عمل لله. اللهم اني استودعك عملي، اللهم اني استودعك تجارتي، اللهم اني استودعك ابنائي، اللهم
هذه التحصينات الذي علمنا اياها حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، دايما الانسان يحافظ عليها عشان تحافظ على التجاره بتاعته، على العمل بتاعه، على الاعلان بتاعه اللي هو بيعمله. علشان كده كان حبيبنا يعلمنا ان كان يحصن الحسن والحسين اللي هم اولاد السيده فاطمه صبت النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فكان دايما يحصنهم ازاي؟ اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. أيوة. فده حتى النبي علمنا ان احنا لما يكون عندنا اولاد ورايحين بيهم أي فرح، رايحين بيهم اي مناسبه، هم اصلا لابسين لبس كويس ورايحين المدرسه، نقول ايه؟ اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. هذا التحصين لهذا الولد والتحصين للانسان ذات نفسه، يعني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فيكون الافضل مثلا الاشخاص دي هم يعرضوا صورهم لوحدهم بس بلاش اسرهم او عيلتهم او يعني ازواجهم واولادهم كده يعني، صح؟ هو الافضل انسان ما يعملش كده، لكن للاسف مهما تكلمنا في هذا الموضوع لكن في ناس عندها يعني بيحبوا ان هم يظهروا او العيله بتاعتهم يظهروها على السوشيال ميديا، ولكن فضله خير حافظا هو ارحم الراحمين. تمام. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه. الو. وعليكم السلام. وعليكم السلام. طيب. استاذ احمد اهلا بحضرتك. الله يخليك. وسلام للشيخ. والله بس انا عندي استفسار كده عايز اسال عليه. اتفضل. مرن اتفضل. بقول لحضرتك يا دكتور، انا اختي كانت متجوزه واحد وبعد كده حصل بينها وبينه انفصال، وبعد ما اتجوزت واحد ثاني بعدها بسنه بيجي لها كده نظام مس كده او بتتشنب وتفضل يعني معلش بالكلام كده بتعمل حركات زي نفس حركات الكلب، بتهوها وتعمل صوت العويل بتاع الكلب دوت، ووديناها كام شيخ ودي دوبك شهرين والموضوع ده يكرر لها تاني. ف يعني الواحد هاب الواحد للشيخ او الناس دي حرام، ولا الواحد يعالج ازاي، ولا يعني حضرتك فيدني يعني في الموضوع ده بعد اذنك يعني. طيب احنا هنرد على الاستاذ احمد، بس انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بالمناسبه دي. هل سوره البقره كافيه ان هي تعالج السحر والحسد؟ نعم، سورة البقرة لأحاديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل اللي هم السحر يعني. والنبي علمنا قال لا تجعلوا بيوتكم قبور واقرأوا فيها سورة البقرة فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طب أنا مش قادرة أقرأ، سمعت مجرد أن أنا بسمعها بحط كده الهاند فري في ودني وبسمع باستمرار، هل ده مثلا لو انا مأذية او اي حد غيري مأذي بسواء حسد او سحر، هل ده ممكن يعالجه ولا لازم القراءة؟ احنا عايزين سورة البقرة اما نقرأها في البيت، انا كشخص اقرأ سورة البقرة بصوت عالي في البيت وانا قاعد في البيت مع اولادي، او انا اقرأ في غرفة النوم بتاعتي او في الصالة اقرأ سورة البقرة، او اشغل سورة البقرة برضه ان شاء الله. سورة البقرة لما تشتغل في البيت سواء على التليفون على اي جهاز ولا حاجة والبيت كله مسموع فيه سورة البقرة، الشيطان يفر من هذا المكان. لكن ان يكون احطها في ودني انا بسمع نفسي فقط، ما فيش حاجه في البيت سمعتها. عشان كده حتى بنشوف بعض الناس بيشغلوا القران في البيت. فعلا القران في البيت بركه، كل القران في البيت بركه، لكن في هذا كمان سوره البقره بالذات عشان حديث النبي قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا فيها سوره البقره فان الشيطان يفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. طيب انا يا شيخ ما بعرفش اقرا ومش قادر اقرا، في ايتين في آخر سورة البقرة يقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، آيتين في آخر سورة البقرة من قرأهما في بيته لا يأتيه شيطان ثلاثة أيام، اللي هي إيه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. بعدها وآية الكرسي كمان. وآية الكرسي طبعا دي هذه الآية من أعظم آية القرآن. تمام. طب إحنا هنرد على الأستاذ أحمد في موضوع أخته، بس كمان معنا منة من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. إزيك يا منة؟ الحمد لله. شيخ حضرتك عامل ايه؟ الله يحفظك يا رب. الله يبارك. بتشتكي من ايه يا منى؟ ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان كنت يعني حاطه كويسه في جوزي، بس لما جيت اتكلم قدام الناس هو يعني الناس بيسالوا يعني من العيله وكده بقول لهم هو كويس وبيعامل لي كويس، من ساعتها قدام يعني في كميه ناس كتيره من ساعتها المشاكل عندي ما بتخلصش. لا وضحي كده منى تاني عشان ما فهمتش. بقول لحضرتك كان يعني عملت جوزي كويسه، بس لما اتكلمت قدام قرايبنا يعني كلمني تاني. انتي اتكلمتي عن علاقتكم، انتي اتكلمتي عن علاقتكم قدام قرايبكم صح كده؟ فالعلاقه بدات يحصل فيها مشاكل. مشاكل كتير جدا ما بتخلصش. ايوه. طيب هنرد عليك كده. هنرد عليك دلوقتي. طيب. شكرا يا منى. طيب
الأول هناخد اتصال أستاذ أحمد وأخته اللي هي بتهوهو زي الكلب أو بيحصل لها حاجات غريبة بعد ما انفصلت عن زوجها واتزوجت التاني. ده إيه بالظبط؟ هو يعني بقى الكلب بالسحر هو مش شرط كلب أو مش شرط قط، هو هي قد يعني تكون أصابت بسحر أو وقد يكون عين كلهما. طب احنا نعرف الموضوع ده ازاي؟ يجي الراقي الشرعي اللي بيقول يعني بيقرا بالرقيه الشرعيه، نقرا الرقيه الشرعيه على الانسان ده، على الست المحسوده دي او اللي هي يعني احنا لسه مش عارفين هي محسوده ولا عليها سحر. واثناء القراءه احنا بنقرا ايات الحسد وبنقرا ايات السحر. فاحنا هنشوف التفاعل بتاعها مع ايات ايه، لو تفاعل مع ايات السحر يبقى فيه سحر مسحوره، لو تفاعلت مع ايات الحسد يبقى محسوده. طيب بالمناسبه المرض النفسي واعراض السحر بيبقى في ما بينهم تشابه، انا ازاي اعرف اللي قدامي ده مريض نفسي او مسحور؟ يعني هو ممكن اصلا يكون عنده صرع واهله مفهمينه ان هو ملبوس مثلا، او ممكن يكون عنده اي مرض نفسي، ما اكتئاب، انت محسود. فانا ازاي افرق ما بين ده وده وهما بيتشابهوا في الاعراض؟ يعني هو بالنسبه للمرض النفسي او المسحور ممكن يتشابهوا فعلا زي حضرتك ما قلتي قريب من بعضهم، لكن لما احنا بنشوف العلاج بتاعنا بتاع الرقية الشرعية بنقرأها على هذا الإنسان المسحور أو الإنسان المسحورة أو اللي احنا مش عارفين هي مسحورة ولا حاجة نفسية، إن استجابت معنا في العلاج يبقى دي حاجة كان في سحر أو كان في حسد وإيه، وهتبدأ العلاج هتتحسن. لكن لو ظلت على ما هي عليه يبقى احنا هنضطر نروح للطبيب النفساني اللي هو بيعالج، اللي هيديها العلاج والمسكنات اللي هي يبدا يغير منها ويبدا يحسن فيها. وده يعني انا الاول نقرا عليها الرقيه الشرعيه، لو ظهر عليها الاعراض يبقى كده هي ايه، يبقى كده في سحر تمام او في حسد. طب احنا بقى يعني هنرد على سؤال منا، الكلام الكتير عن العلاقات ده بيبوظ العلاقه؟ اللي هو ذكرناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذي نعمة استعينوا على قضاء حوائجكم بالاكتمال فإن كل ذي نعمة مغبون. يعني أنا ما ينفعش يبقى علاقتي حلوة مع أهل بيتي وأروح أتكلم قدام الناس أقول لهم والله أنا علاقتي حلوة قوي، فيكون أصلا الناس اللي قاعدين دول في العلاقة عندهم خربانة أو في فيش إصلاح في البيت، البيت عنده مش كويس، وأنا أكلمه عن حياتي الكويسة. ما يبقاش انا مثلا عندي عربيه واتكلم اللي ما عندوش عربيه وافضل اشرح له فيها والمستوى اللي فيها وبتاع، فممكن انا بوصل نفسي للحسد. فعشان كده الانسان يحاول على قدر المستطاع خاصه في العلاقه الاسريه، الزوج مع الزوجه والعكس، وحتى الاولاد برضه في البيت دايما الانسان اصلا قد يحسد الانسان نفسه وقد يحسد الانسان ماله. عشان كده حبيبنا يعلمنا ان اذا راى احدكم من نفسه وماله وولده شيء فليبارك عليه يقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ليه؟ عشان حتى ما يحسدش نفسه او يحسد ماله او يحسد اولاده. بالنسبه للموضوع حتى عشان بس ناكد عليه، موضوع الرقيه الشرعيه لازم اجيب شيخ يكون معالج ورقيه شرعيه. ممكن الانسان ذات نفسه يرقي، ممكن اخوه، ممكن اي حد قريب منه، والحاجه دي عن الامانه العلميه ان الافضل الانسان ذات نفسه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه. هذا الانسان مريض هو مضطر، فلما يقرا ويقرأ حتى سورة الفاتحة 7 مرات على شوية مية ويشرب منها ويزود المية دي ويغتسل بيها، فيبدأ واحدة واحدة أنه يعالج نفسه. ما فيش بقى خلاص احنا نضطر بقى نشوف واحد متخصص يكون فاهم اللي احنا بنسميهم اللي هو بيعالج بالقرآن، مش اللي هم الدجالين والصحراء اللي هم بيستغلوا الناس وبيبدأوا ياخدوا منهم. بمناسبة الدجالين والصحراء، ايه رايك في الاعلانات المموله دي اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا دايما او التلفزيون حتى بعض القنوات، جلب الحبيب زاحف او مسلوب الاراده، عامل بالمحبه والتفريق والموافقه، موافقه الاهل على العريس. يعني انا بتصدم حقيقي لما بشوف الكلام ده وبشوف الناس مصدقه، ويعني بشوف ناس عندها قدره للشر والاذى بالطريقه دي. راي حضرتك ايه؟ هو الامانه العلميه اللي لازم الواحد ياكل عليها في هذا الموقف بالذات ان الموضوع ده اكل عيش. الاعلانات المموله، جلب الحبيب ورد المطلقه، هو اصلا تلاقي زوجته مطلقه والحاجه فلان المغربيه اللي بتعالج دي، كله اكل عيش وفلوس تستنزف من الناس. وللاسف احنا عندنا ناس بيصدقوا هذا الكلام، احنا عندنا شعب بيصدق الكلام ده وبيدفعوا بالالافات عشان فلان يتجوز فلانه، عشان فلان يحب فلانه، عشان فلانه ترجع لفلان، الافات بتدفع، وفي الاخر كانهم يغيرون قدر الله سبحانه وتعالى. يمكن زي ما قلت في المقدمة ان انا نفسي يعني لما بفتح السوشيال ميديا بشوف صور المفروض انها طالعة من المقابر، والصور دي عليها طلاسم، وحتى كان في فستان فرح بتاع عروسة مطلعينه من المقابر كان مدفون، وده بيتصور على الشاشة. يا ريت لو فريق الاعداد يحاول يجيب الصور تاني. تمام، يعني ايه ده؟ يعني رأي حضرتك ايه؟
بالنسبه للانسان، الناس اللي بيعمل اعمال على الصور ويحطها في المقابر، واللي يجيب قفل ويحطه على صوره واحده او صوره واحد يحطه في المقابر، هذه والعياذ بالله من السحر، وهذا السحر من الكفر. ومن اكبر الكبائر الذي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان من اكبر الكبائر السحر، وذكر هذا السحر من اكبر الكبائر اللي ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الانسان عليه في الدنيا، ان ربنا يزيقه من هذا السحر. يعني الكلام ده موجود فعلا؟ لان في ناس بتكذبه، يعني في ناس بتقول مفيش حاجه اسمها كده، دي خرافات وخزعبلات ومفيش سحر، مفيش حسد، صلي على النبي. والطلاسم اللي احنا يعني شايفينها على الشاشه دلوقتي، الكلام ده بيبقى حقيقي فعلا؟ حقيقي، لان في ناس اصلا استعانوا بالجن على هذه الامور. قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اما الجن اللي زاد الانسان رهقا، او الانسان اللي زاد الجن رهقا، فزادوهم رهقا. فهم استعانوا بالجن اللي بيسموه الجن السفلي، والاعمال السفليه اللي هي بيعملوها دي، والطلاسم ويربطوها ويحطوها في المقابر، وتلاقي الانسان صاحب الشيء ده والعياذ بالله ماشي مش عارف، ماشي في الدنيا مش عارف ايه اللي بيحصل، تلاقيه في مع اولاده واهله مش عارف يعيش معاهم، تلاقي التجاره بتاعته دايما في خراب، تلاقي البنت اللي عايز تتجوز وراح حد تقدم لها تترفض مره واثنين وثلاثه واربعه، عشان في انسان حاقد. ده بيحصل حقيقي ان البنت بتترفض او بتعنس او ما بتخلفش او كده؟ للاسف. علاج الموضوع ده عشان نخرج من الحلقه ان شاء الله باستفاده، ان اي حد يكون عنده اعراض زي كده ويحس بيها، عليه على طول بالرقيه الشرعيه. ويلجا الى الله سبحانه وتعالى. وفي قيام الليل يقوم قبل الفجر يتوضى ويصلي ركعتين لله ويقول له: يا رب ماليش غيرك. وما هم بضارنا به من احد الا باذن الله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وما هم بضارنا به من احد الا باذن الله. ولا يفلح السحر. ربنا الا يفلح حيث اتى. كمان في حديث النبي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل واحد على ان ينفعوا بشيء لن ينفعوا الا بشيء قد كتبه الله له. ولو اجتمعوا على ان يضروه بشيء لن يضروه الا بشيء قد كتبه الله عليه. لازم انا احط في قلبي يقيني ان محدش هيقدر يضرني الا باذن الله. وما هم بضرنا به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يبقى اول حاجه توكل على الله سبحانه وتعالى، الرقيه الشرعيه دايما، احصن نفسي احصن اولادي، اذكار الصباح اللي النبي علمها لنا، واذكار المساء، المواظبه على الصلاه، المواظبه على الصلاه، عشان يعني للاسف كثير من الناس اللي بيشتكوا من هذه الامور والحالات النفسيه والسحر والحسد ما فيش صلاه. طب انا اكثر سم عينيا ازاي ان انا نفسي ما احسدش بقى اللي قدامي؟ النبي علمنا قال: ان زار احدكم شيئا حسن فليبرك عليه، يقول بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، شاف حاجه جميله، شاف تجاره حلوه، شاف حد ربنا موسع عليه، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له. انا بشكر حضرتك جدا شيخ احمد الدرملي. وانا قبل ما اختم عايزه اقول انا عن نفسي قناتي الشخصيه مقتنعه بوجود السحر وبوجود الحسد، لكن زي ما الشيخ قال: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ده كتاب ربنا وكلام ربنا، وفي حديث بيقول: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ولا يفلح الساحر، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ده كلام ربنا، خليك في معية الله وربنا هيحفظك، ومن شر حاسد إذا حسد. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج حوار مع يسرى.